والمزارع ده وكل الشغل اللي احنا ممكن لو قعدنا نتكلم عليه بيأكد حاجة واحدة، مش عدده، مش كإنجازه. ما أنا ما أقدرش ولا غيري يقدر في مكانه ده يعمل حاجة من غيركم. لا بالله سبحانه وتعالى ثم بجهدكم، ولازم دايما إن يا رب أكون كده صحيح، يا رب أكون كده صحيح، يا رب أكون كده صحيح. فأنتم يعني يا عمال مصر وعاملات مصر، أنتم اللي بتقوموا بالدور ده، وأنتم بتقولوا مبروك وبنهنيك وبتاع، وأنا بقول لكم هتتعبوا معايا أكتر. فصحيح قبل ما أنسى وأبدأ الكلمة بتاعتي، أنتوا في انتخابات عندكم، في انتخابات عندكم مش كده؟ من فضلكم، من فضلكم اهتموا بالأمور اللي زي كده، واهتموا بيها كويس قوي، واهتموا بأن أنتم تولوا عليكم من يصلح. اسمعوا كلامي بس، إذا كنتوا عايزين نطلع قدام في كل مجال اختاروا، اختاروا كويس، واختار اللي هو اللي عنده منطق سليم وعنده إنصاف وعنده أمانة. ما تفكرش أبداً في إن ده ممكن يجيب لك أكتر، لا، دور على اللي عنده منطق وعنده موضوعية وعنده إنصاف وعنده أمانة، لأنه لما هينصفك هينصف مصر برضه. ففي الانتخابات اللي انتوا الانتخابات من فضلكم نقوا، وما تفتكروش ان ده امر بسيط، ده مش ده صوتكم اللي انتوا بتدوه واللي احنا هنسمعه او من خلالهم هيطالبوا بحقوق وهيبقى عليهم التزامات. ففي الانتخابات اللي جايه من فضلكم، وفي كل انتخابات بصراحه، في كل انتخابات بصراحه، ما تستهونوش بالموضوع دوت وبعدين تقولوا ان احنا يعني ظلمنا انفسنا. لا، اختاروا كويس في النقابات وفي الانتخابات اللي هتتعمل، اختاروا كويس، وحتى في الانتخابات بتاعه المحليات اللي هتتعمل برضو اختاروا كويس، اختاروا كويس قوي، لان ده مهم قوي.